الآن نجي للمصطلح الآخر المهم اللي هو لابد أن نتعرف عليه في المصطلحات الأساسية لظاهرة الكورونا، هو الفيجوال كريتيكال فولتج. هنا يعرف على أنه المينيمم فيز تو نيوترال فولتج at which كورونا glow appears all along the line conduct. هنا هو نفس الكريتيكال ديسربتيف فولتج، الفرق أنه بهذا الجهد تكون الكورونا مرئية وعلى طول الخط الحامل للجهد، وبالتالي الفرق أنه ذاك الجهد هو أيضا تظهر بالكورونا لكن هي غير مرئية، هنا تكون المرئية وأقدر أحسبها بعلاقة التالية V sub V تساوي MV، هذا نسميه الروفنس فاكتور، مقداره هذا 72 بوينت 72 بوينت 82 إذا كان عند السطح خشن، سطح الكوندكتر خشن. إذا كان عند سطح الكوندكتر هو صقيل فيكون مقداره 1. الجي نوت أو الإي نوت هو جهد انهيار الطبقة العازلة، طبقة الهواء العازلة ما بين الكوندكترين، واللي محسوبة بالظروف القياسية ضغط جو 76 سنتيمتر، درجة حرارة 25، كان مقداره 21.2 ار ام اس، كان مقداره 30 ماكسيمم كي في بير سنتيمتر. في سيجما اللي حسبناها قبل شوية اللي هي ايضا أتنوه عليها ملاحظة بالقانون مالتها، هذا اللي انا اشرته هسه، هذا فقط هنا مضروب في 3 ناسيها 3.92 3.92 زين. بعد 1.3 على تحت الجذر سيجما ار، هذه تريد تعتبرها لوج للأساس اكسبونيشيال اللي هي هو نفس الشيء، هي معناها لين. مرات بعض الأسئلة تلقى بها هي لوغ اللي هي لوغارتم للأساس اي، أو هو نفس اللين، لين طبيعي لوغارتم طبيعي. زين، هذا هو بالنسبة للمصطلح الآخر اللي هو فيجوال كريتيكال فولتج. مثل ما نعرف احنا الكورونا قلنا يرافقها شنو؟ خسائر، باور لوس. هاي الخسائر اما تروح عبارة عن ازيز صوت او ضوء او تفاعل كيميائي. فمن الاساسيات والمهمة انه لازم اعرف ايش قد عنده ضائعات تروح بسبب الكورونا، انه عندما تصير اني توصل الفولتية اللي على سطح الموصل توصل على الديسربتيف فولتج راح تكون هناك عندي كورونا، راح تصير معناه عندي باور لوسز. فهنا عندي فورمولا اسميها البيكس فورمولا. هنا هذه العلاقة استخدمها بحالتي لما يكون عندي الطقس معتدل، طقس اعتيادي مثل هاي ايامنا، طقس اعتيادي الظروف به هنا خالية من الرطوبة من الأمطار. فشون هي العلاقة اللي أحسب من خلالها الباور بهذه الظروف؟ الباور تساوي 242.2، طبعا بعض الكتب تلقاها 244 ماكو إشكال، F زائدا 25 على سيجما تحت الجذر R على D V ماينس V سب C الكل تربيع في 10^5 كيلو واط بير فيز بير متر واحد، كيلو متر واحد. خلينا نجي نعرف واحدة واحدة المصطلحات. ال F هو ال supply frequency in hertz، طبعا دائما إذا أعطاك إياه بالسؤال أو ما أعطاك إياه إحنا نعرف الكهرباء مالتنا ال F مالتها جهة 50 هرتز. هاي أول شيء. هذا السيجما هو إحنا حاسبينه قبل اللي هو عامل كثافة الهواء اللي يساوي 3.92 بي على 273 زائدا تي.
ال V هي phase to neutral voltage كيلو فولت. I'm correct كلمة neutral يعني الفولتية مال الخط، الفولتية اللي ناقلها الخط. ال V sub C هي ال critical disruptive voltage اللي هي قبل شوي حسبناها. ليش أخذها V sub V sub C V sub C؟ بعض الكتب تلقاها E ناقصا E نوت، بعض الكتب تلقاها E sub V sub V. المهم هي هذه الفولتية الخط ناقص فولتية ال critical disruptive voltage بال RMS per phase. طبعا هذه قلنا ظروف اعتيادية، ظروف طبيعية، طقس معتدل. هذا القانون اللي أحسب به قيمة الباور لوس لكل كيلومتر لفيز واحد. احنا نعرف انه المطر الرين والفوج والثلج اللي والضباب العفو الرين والضباب لهم دور، فممكن لهم دور، ممكن يقلل لي ال critical disruptive voltage، ممكن يقلل لي الفولتية. واحنا حكينا تتذكرون حكينا بالعوامل المؤثرة على الكورونا، فممكن هذه ال critical disruptive voltage تقل لأنه أكو عوامل مساعدة انضافت خلت لي الكورونا تظهر. فهذه المقدار هي 0.8 محسوبة بالظروف الطقس اللي يكون بها مطر أو ضباب 0.8 من الاف من الفي صب سي. بالتالي القانون راح يصير 242 اف زائد 25 على سيجما جذر ار دي على دي في ناقصا 0.8 من الفي الكل تربيع في 10 أس سالب 5 كيلوات لكل فيز لكل كيلومتر. هذه هي قانون البيكس فورمولا لحساب الباور لوس اوف كورونا. اكو قانون لاخ او فورمولا لاخ اسمها بيترسون فورمولا. هنشوف هاي شنو هي، شو وقت استخدم هاي الفورمولا. لما تكون الريشيو النسبه ما بين في الى في ديسربتيف فولتج اقل من 1.8، يعني من تجي تقسم الفولتية على فولت ديسرابتو أقل من 1.8 راح نستخدم بيترسون فورمولا، تكون هنا النتائج مالتها أفضل. اللي هي شو تكون؟ تساوي 21 في 10 سالب 6 F في تربيع على لوغ الأساس 10 دي ار تربيع. طبعا وهاي القدرة محسوبة بالكيلو وات فيز لكل كيلو متر. الاف شنو هو هنا؟ هسه الاف السمول هو التردد، هذا معروف، بينما الاف كابيتال هنا شنو؟ هنا يمثل هذا النسبة ما بين في الى في سب سي، هذا الفكتور، ويتغير بتغير هاي النسبة ال V على V sub C. مرات تلقى E على E نوت، هو نفس الشيء. المهم هي فولتية الخط على voltage disruptive critical voltage disruptive. هذا الجدول ستاندر ثابت من نسبة ما بين V إلى V C وإيش قد مقدار هذا الفكتور، ولا على التعيين مثلا ماخذ واحد طالع 0.05